مرة نتلاقى بحدا بيسألنا شو الأخبار. تابعونا كل نهار ربعة ساعة ثلاثة نتناقش نتحاور نسلط الضوء على أهم المواضيع اللي بتخصنا كلنا بتجرد وموضوعي. برنامج شو الأخبار مع حسين هاشم كل نهار ربعة ساعة ثلاثة على راديو سينا 102.3 FM. تابعونا لتعرفوا شو الأخبار. مستمعينا من 102.3 FM، معكم حسين هاشم على الهواء مباشرة بحلقة جديدة من برنامج واتس أب شو الأخبار. لقاءنا بيتجدد معكم كل نهار أربعة من الساعة 3 للساعة 4 على أسير 102.3 FM، وكمان مشاهدينا على واتس أب ميديا نتورك على الفيسبوك. تحياتنا لكم جميعا، شكرا لمتابعتكم ولدعمكم المستمر لنا. نحب ببداية الحلقة نتشكر السبونسرز تبع واتس أب ميديا نتورك ANH HVAC، عرفت هاشم، الموجودين بديترويت حد إفرغرين، المحامي حميد دكروب State Planning and Probate Attorney، Applied Modern House دكتور مو هزيمة موجودين بلوفونيا وبديربون هايتس، Big Rays Quick Club الموجودين على أوكمن وفورد بديربون لصاحبنا كمان بأيب أيوب، وأسواق البلد Everfresh Market الموجودين على أناربر تريل بديربون هايتس حد إفرغرين، أناربر تريل وإفرغرين. ببداية الحلقة كمان منحب نذكركم انه عباس بخضر عنده برنامج معنا حصريا على واتساب شو الاخبار على الفيسبوك، ببث كل نهار جمعه من الساعه 6:30. هيدي الجمعه رح يكون معه ضيفين، علي عبد الله وهيثم حميد، رح يتحدثوا عن غلاء الاسعار تبع البيوت والانشورنس بديربون وديربون هايتس وضواحيها. هبه حيدر البرنامج تبعها هو هي وبس او انت وبس، عند الحلقه بكره مباشره رح تكون حصريا على واتساب ميديا نتورك على الفيسبوك على الساعه 2:00. ضيفة الحلقة تبع هبة بكرة رح تكون نانسي جعفر، من نانسي شيز سايكولوجيست ولايف كوتش. كمان قبل ما نبلش حلقتنا بحب اتمنى هابي بيرثدي لاختي روشان، ان شاء الله ينعاد عليكي بالصحة والسلامة يا رب والعمر الطويل والصحة المنيحة. وقبل ما نبلش مع ضيفتنا سمر، anybody that interested انه عنده حيلا فكرة بده يعطينا اياها، حيلا موضوع بحب يطرحه، بحب انه نحن نعالجه او نطرحه على المستمعين او المشاهدين تبعنا، او بتحبوا انه تكونوا سبونسر او ادفرتايزر معنا، فيكم تتواصلوا على 313-258-6799 313-258-6799. سمر اهلا وسهلا، اهلا فيك، شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. How's your day? Long busy but it's good. It's good. قرب المايك شوي لعندك سمر بس لحتى العالم يقدروا يسمعوا. اوكي مزبوط تمام. سو سمر، عارفينا عن حالك. سمر طه from Nissan of Dearborn. Hello. موجودين هون بديربون أكيد. قد ايه صار لك مع نيسان سمر؟ إلي almost 4 years. So صار لك 4 سنين معهم؟ إلي 4 سنين almost. تمام. سينا راديو. طيب بدنا نحكي اليوم عن الليسينج والفاينانشينج أوبشنز وهيك شغلات. فأنا هذيك المرة كنت أتحدث أنا وياك قلت لك سمر إنه what's the best option, is it to buy or to lease? It depends. ده شو هن الفاكتورز اللي بيلعبوا دور لما انت بتقرر انا بدي اشتري ولا بدي بيع ولا بدي اعمل ليس استاجر سياره؟ صح. سو حسب الوضع الشخص اكيد، يعني في عندك ناس بيسوق بالسنه 20,000، يعني بيروحوا على مناطق تانية ما بيناسبهم ليسين لانه بيسوق كتير، بصير بده يحطوا مصرياتهم اكثريتهم على المايلز، بصير بيدفع عليهم. هلا في عندك ناس بتحب تدفع عليهم للمايلز وتغير سياره كل سنتين، ما عندها مشكله. اوكي. سو الفاكتور اول فاكتور يعني المايلز، قديش بتسوق انت بالسنه؟ هلا معظم اللي بيأجروا سياره قديش بيعطوهم؟ 10,000 12,000 مايل بالسنه؟ هلا اكثريه الديلر بيعطوا 10,000، نحن بنعطي 12,000 ببلشوا اياه. اوكي. واللي بيطلع فوق هيدا المايلج شو بيوتيوب؟ هلا في هون بوقت يقولوا لي مثلا انا بسالهم قد ايه بكفوك 12,000 بالسنه، واذا لا فيهم يجيبوا 15,000 وبس يطلعوا فوق ال 15 بتزيد بير مايل. اوكي. بس تمام 12,000 بالسنه يجي از ذا افريج، اذا ذي جو اوفر وايل ذي درايفنج بتطلع المايل 15 سنت 15 سنت المايل، اذا طلعوا فوق المايلج اللي هني مسموح لهم. واذا طلعوا مايلج كتير 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 شو بيعملوا؟ نفس الشيء بدهم يعملوا قديش الفرق يعني؟ لا. اوكي. وكيف هني بيقرروا اي اوبشن هي الافضل لهم؟ هلا السيلز بيرسون عاده بيسالهم انه كيف بنهار قد ايه بيسوقوا او قد ايه سايقين قبل بسيارتهم، او اذا عندهم عائله قديش الكبير العائله حتعرفوا انه اذا بدهم سياره ولا
في لما يفوت الكاستمر على الديلر في كذا سؤال لازم ينسأل. لا تعرف الهيستوري شو هني سام اوف ذوز كويشن، بلاش نقولهم كلهم بس شو هني سام اوف ذا كويشنز، انه كيف سمعتوا عنا، شو هلا عم بتسوق، هلا اليوم رح يسمعوا عنك من هون شو بت يعني انه شو هو السياره اللي هلا عم بتسوقوها وشو حابين. يعني كل انسان عنده راي أكيد. هلا انا بناخذ هالانفورميشن كلها وبنشوف يمكن بيناسبهم شيء ثاني. اوكي سو انتم بتشوفوا هن شو بحبوا وبترجعوا بتقترحوا عليهم اذا بتلاقوا شيء هن بيناسبوا لهم وانتم فيكم تقترحوا عليهم. بنحب نذكركم اللي بحب يشاركنا بهذا الموضوع اليوم او عنده حيلا سؤال او استفسار لموضوعنا مع سمر هلا باول قسم من الحلقه. بالقسم الثاني من الحلقه رح يكون معنا اماندا وجوان، رح نحكي عن الومن بالبزنس وهيك شغلات، بس باول قسم من الحلقه رح يكون معنا سمر تقريبا للساعه 3:30 لنتحدث عن نيسان برو، عن ليسينج، عن الفاينانسينج وهيك شغلات. فإذا بيهمكم هذا الموضوع، عم تستأجروا سيارة أو عم تحاولوا تستأجروا سيارة ومش ماشي الحال، دقونا على رقم التليفون من ديترويت على 313-769-6666 من ديترويت 313-769-6666 ومن وينزر كندا على 519-256-1023. وكمان عم يتابعونا على الفيسبوك، تحياتنا لكم. فيكم تتركوا كومنت على اللايف ستريم اللي هو موجود هلأ حالياً بالكومنت باكس، فيكم تتركوا سؤالكم أو تتركوا حيلا تعليق عنكم إياه بتحبوا توجهونا إياه. سمر طيب خلينا نفوت بالليسينج. How does leasing work؟ كيف تشتغل الموضوع؟ الليسينج بيعطوك again بتنقل ما إذا بدك إياه يعني، وبس تتفقوا على سيارة في أسعار تمام. فيك تحط money down and فيك تحط ولا شيء. أوكي هلا بيجيكم أوقات واحد بيقول لك أنا ما بدي أحط مصاري down. صح. أوكي في يعمل هيك شغلات. في يعمل هيك شغلات. How does it work؟ so في عندك مثلاً إذا كانت lease no money down أوكي. بتمشي القصة، بس عندك sometimes if you finance والcredit مش كتير قوي البنك will require تحط مصاري. اوكي هلا بيجمبينج انا بين سؤال وسؤال، بس بدي احاول ما فيني افهم الموضوع افهم المستمعين تبعنا الموضوع. هل يا ترى هني لما بيعملوا بياخذوا سياره من عندكم، هل يا ترى financing through you guys ولا through انه البنك تبعهم؟ اوكي leasing is through Nissan for any manufacturer anywhere you go. تمام. الليسينج حيكون مع المانيوفاكتور، بس إذا الفاينانسينج يعني عم يشتروا سيارة حبلش أنا بالنيسان لأنه usually they give the best discount. بس إذا كان عندنا other banks that we work with تمام. وفيهم كمان إذا وصلت القصة معهم إنه لقوا rate بشي credit union، في ناس بتجيب كمان بتدفع cash. Right. بس أنا بحب because أكترية البنكس بيعطوا rebate، بيعطوا discount for financing with them. So usually I have a lot to choose from. وبنقي أنا المناسب. بس كل الhistory والcredit بيعمل فرق. بيعمل فرق. أكيد. أوكي. طب خلينا نحكي عن هودي الأول شيء، خلينا نحكي عن financing options. شو هن الفاكتورز اللي فيهم يلعبوا دور بوزر إنه أنت you're gonna get approved ولا لا؟ و if you get approved I think في interest rate. أكيد. شرحي لنا هذا الموضوع، خدي وقتك سامر. حسب الكريدت سو البانكس بيطلعوا على السكور وبيطلعوا على الهيستوري، واذا كان عندهم مورجج، عندهم سياره من قبل، كيف دافعينها، الكريدت كاردز، هاو ماتش يو نو ذات ذي هاف كومبيرد تو هاو ماتش موني ذير ميكينج، كله هذا له فاكتور. هلا انا بحب شوف يعني اذا اللي عم يشتري انا بحب شوف بتطلع بالكريدت والهيستوري لاعرف حالي انه مثلا اوكي هي السياره بتمشي نو ام غانا نيد موني داون، بعرف من السيتويشن اللي بشوفها كان انالايز. تمام. عندنا اتصال على الهواء، تفضل مين معنا؟ ايه حتى. مرحبا. يا اهلا وسهلا، مين معنا؟ جعفر معروف. يا اهلا وسهلا جعفر حبيبي، تفضل عندك سؤال او تعليق. ايه بس عندي سؤال للست سمر. اذا واحد عنده باد كريدت وبيحط هيك داون بيمنت كبيره بيقدر يقسط اذا ما عنده كريدت؟ اذا سمعتي السؤال شي سمر؟ سمعت نصه بس. نصه؟ عيد سؤالك يا معروف حبيبي. اذا واحد ما عنده جود كريدت يعني ما عندوش كريدت وبعده مفيل بنك رابسي وهيك وبيدفع داون بيمنت كبيره يعني 5-6000 في يجيب ليس؟ ايه اوكي سمعنا سؤالك، خليك معنا معروف لحتى تجاوبك على سؤالك. تفضل سو اذا بعده عامل بانكربسي و يوف بين ديسشارجد في بروجرام تمام البنك ويل اوفر يو نوت نيسيسيرلي لازم يحطوا مصاري بتساعد ليعطوك الابروفال. هلا بيطلعوا هني على الهيستوري سو فور للبانكربسي بيبل في بروجرام تمام فيهم يا يعملوا ليس او فيهم يشتروا.
سؤال حلو. عندك شيء تعقيب على سؤالك، شيء معروف ولا جاوبتك؟ لا لا، شكرا شكرا جدا، شكرا جدا جزيلا. تكرم عينك والله. رح نعطيكم سيد الكريم، الله يخليك، هلا رح نعطيكم رقم رقم سمر، اذا فيكم تعطيني رقم التليفون لعندكم. ثانك يو معروف، فيك تشيلي كذا اذا بدك. جو اهيد، بدك تعطيني رقم التليفون. في عندنا رقم الديلر 313-749-3200 وعندي ماي دايركت لاين 313-502-9946. بدك اياهم يدقوله على الدايركت لاين ولا بدي انا؟ اي بريفير دايركت لاين لانه بضلني رايحه جاي من الاوفيس وبعدين حاعمل الخط بيوصل دوري على تليفوني. فيري جود. طب كنا عم نحكي قبل ما يدق معروف، سؤاله حلو لمعروف باي ذا واي، لانه yeah. كثير عالم بيقول لك انا يو نو بديش اروح اعمل ليست لانه الكريدت تبعي منه قوي، او انا عامل هلا بانكربسي او شيء. yeah. فمين كيف؟ جو اهيد اذا فيك تعلق على في علي اكثر. سو لما انا اشوف الكريدت سم تايمز لانه بيتغير عليك الدفع، انا طبعا. في يكون عاملين اني مانيفاكتشر يكون عامل سبيشال مثلا لنقول $200 بالشهر الليس. تمام. اوكي، بيجي انا بشوف لك الكريدت وبيطلع $600. اوه اوكي. The lease is based on the pricing اللي بيحطوا لكم اياهم، is based on the good credit يعني tier 1. اوكي. 700 plus 740 plus. سو so, اذا ما كان هيك بيتغير عليك الليسنج. انا ساعتها بشوف اذا بتزيد كثير الدفعه، يعني اذا زادت sometimes فيها تزيد $100 بالشهر بسبب الكريدت، بسبب الكريدت، ساعتها انا بهيك موقف يا اما فيك تاخذها يا ما انا بنصح الشخص يشتري سياره. يشتري سياره؟ يا لانه اذا بدها تزيد $100 بالشهر عن دفعتها okay. يعني حرام. اشتري سياره وزبط الكريدت وبعدين لما يزبط الكريدت يمكن ليس كار. قصدك اشتري سيارة وعمله سبمت بايمنتس يعني فاينانس بس okay. انه على القليلة هول اللي الدفع $100 زيادة بالشهر بتروح من دفعة سيارتك السيارة إلك. طب ما بيقول لك انه انا اشتريت سيارة عم تنزل الفاليو تبع على السيارة كل ما عم يمرق الوقت عم بيصير في ديبريشيشن. There's always depreciation. طيب. Anytime تشتري سيارة بدها تنزل 20%. 20%. هذا شيء معروف. يعني as soon as it walks out of the door it loses 20%. The car will depreciate. So فيك تشتري، بس إذا أنت عم تدفع على الليس بدل ما تدفع على 200 عم تدفع 300 أو 350 يعني I will give you that choice. بس حاعطي رأيي إنه المشترى بيناسب أكتر لأنه عم بيروحوا المصاري هيك. هلا في عندك ناس بتحب تعمل هيك وأنا I recommend it لأنه بيعملوا الليس بيدفعوا زيادة هالثلاث سنين أو سنتين ونص. Okay. بس بيقوى الكريدت. بيقوى الكريدت تبعهم. أنا مساعد كتير ناس يعني بيكون عندهم zero score. بيحطوا صفر بيحطوا مصاري بيكونوا عم يشتغلوا. طالما الشخص عم يشتغل وعم بيجيب مصاري فوق ال 1800 بالشهر مينيمم في يساعدهم يجيبوا سياره. فيري جود. هلا بشوف رحت انا مره مع انه ناس عم بيعملوا تأجر سياره انه يو فيل لايك ذير بارجنينج ذا برايس. بتصير هالشغلات انه فيك تحارش بالسعر يعني اند داز ات ورك؟ لانه شفته ات وركت فور ذم انه قال له انا بدي ادفع هالقد وهالقد راح ظبط له اياها. So how does it work? I mean, you guys, I'm going specific discounts you guys can apply to make it work on this city. It's sales. It's sales. At the end of the day, it's sales. So, okay. So في أكيد كل شخص بدي يعمل مصاري. So بدو يفتحوا السعر أول شيء هيكون عالي. Okay. And that's the business. طيب. بس هلا sometimes إذا فيت على deal or you already saw an ad somewhere ساعتها هذا السعر أول شيء. Okay. So sometimes the customer عنا بفضل قول you want the best deal. هلا أنتم بنسام ما عندكم plan A و plan B right؟ No. الحلو اللي عنا غير الديلرز كلها إنه we give you our employee discount. So ما ضروري يجيبوا employee discount وما ضروري يكون عندكم lease بالبيت لت يكون يجيكم أحلى سعر. تمام. هيثم بيسألنا مرحبا عندي سؤال، كم سعر الميني فان أو شراء سيارة جديدة؟ يعني ما هي depend on السيارة. هلا هيثم اذا فيك تدقلنا على 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 الاستديو لانه ما فهمنا سؤالك كثير او ترجع اكتب لنا تعليقك. رقم التليفون بالاستديو هو 313-769-6666 313-769-6666 ومن وانزل على 519-256-1023 او فيك تترك تعليقك هونيك. منى عم بتقول how does co-signing for a lease work and what makes you eligible to be a co-signer. ايه اوكي هيدي الكوساينر فيها سيناريوز كثيرة. منى ثانك يو لسؤالك كثير حلو تفضل. سو اذا كان الساينر في عندك couple situations. اذا كان الساينر اللي كريدت له مش منيحة بالمرة الكوساينر اكيد لازم يكون اقوى. اوكي لازم يكون اقوى من الساينر. يعني كريدت قوي شهور كريدت قوي اللي انتم بتعتبروه انه الهيستوري. سو اذا بس عندك two trade lines يكون عندك two trade lines. إذا بس عندك credit card بعدك فاتحهم من 6 أشهر وسكور اللي لك 700 بس لك بس 6 أشهر فاتح two credits منه شيء قوي. البنك بيحبوا يشوفوا history عن سنتين
سنتين going back 2 years ويكون عندك على القليل 2. تمام. عنا اتصال لحتى ما نطرن على الهواء. تفضلوا مين معنا؟ الو الو مرحبا. يا اهلا وسهلا، مين معنا؟ اهلا. انا ساره. يا اهلا وسهلا ساره، تفضلي شو سؤالك؟ هلا بيك عزيزي، احنا بس نريد يعني نأجر سياره، بس هاي اول مره لنا. اوكي، سو ممكن اخذ العنوان؟ اكيد اكيد. رقم التليفون تبع سمر هو انا عندي الكريدت تعولي تاع الكريدت يعني منيح، واخذ سيارتين بفور مشتريتهم ومدفوعين وكل شيء. تمام. بس هلا من الجديد صايره عندي مشكله انه حدا استعمل كريدت لإلي، وصار عندي شو بيقولوا لك كولكشن بمبلغ مش كبير، يعني اراوند 500 something. اوكي. وعم فكر هلا بدي اشتري سياره، هاي بتاثر هاي يعني؟ جو هيد سامر، فيكي تضلي معنا على الخط. هي عملي اي فايل عليها شيء كومبلينت؟ سو مايك شيء وراء؟ يا عندي. اوكي. عامله كل شيء. اوكي، بهالحال بشوف لك الكريدت شو هو، وبس تنقي السياره انا ساعتها قبل ما ابعت بعمل اتصال للبنك. okay. وبحكي مع الباير، سو اي هاف ا جود ريليشنشيب، بحكيهم وبقول لهم شو هو وضعك وبنبعث لهم بروف عن اللي صار. ساعتها هن فيهم ياخذوا قرار، وهيدي عندهم ورقه لها، سو في لها حل. That's good. الحمد لله. Thank you. إيمان. إيمان، رقم التليفون رح نرجع نقوله نحن تبع السمر هو 313-502-9946. سمر كوساينر. كوساينر، اوكي. شو كنا عم نحكي انه الهيستوري، يعني مش بس انه اذا واحد جينا سؤال من تحت الهواء، واتس ذا ريكوايرد كريدت سكور؟ واتس ذا ريكوايرد كريدت سكور؟ فور ليسينج اتس 600 بلس. ثانك يو كيلي، ذاتس ا جود كويشن. 600 بلس، يعني اذا واحد بده يستاجر لازم يكون عنده الكريدت سكور 600 وما فوق. يس. اذا بده يشتري؟ اذا بده يشتري هلا اي ورك وذ اول كايند اوف بانكس، يعني اي ما في. So it looks like it's أسهل لك إنه تشتري من إنه تستأجر. إنه حسب ما أنا شايف إنه زعم تقولي لي إنه. ما أكترية الناس ما بدهن، في عندك ناس بدها تحب تشتري. ما هو المبلغ ساعتها عم تدفع your financing قيمة السيارة plus interest. هي it's the interest that. لما بيشتروا السيارة على كم سنة بيقسطوا الدفع تبعها؟ أنا إذا بيشتروا في we have up to 84 months حسب البنك. يعني إذا رحنا مع مثلا مع ally bank فيك توصل ل 84، مع نيسان 72 ست سنين يعني فيها توصل قصة. أجانا الوضع كله بيختلف. واو. كل شخص له وضع. عنا اتصال بعتقد كمان على الهواء، تفضلوا مين معنا؟ معك نزيه من ديربون. يا أهلا وسهلا، تفضل شو سؤالك حبيبي؟ أنا ما عندي سؤال، عندي تعقيب بس. أكيد. شغلي نشيطة سمر. تفضل. أهم شيء، أهم فاكتور بالليس هو الريزيدوال تبع السياره. اكيد. هلا هي بتشرح لكم اياها، لانه هي اهم. انا عملي صار عم نرى سيلز. انا اولزي حبيبي، بس حدا تعال. شكرا. أوكي. شكرا لمتابعتك ولاستماعك للحلقه. يعني بتسمعونا من ثانك يو كلكم. ثانك يو. تفضلوا سامر. مش بس عم يسمعوك، عم يسمعوك وعم يدققوا بالحكي. لا لا، في تفاصيل كتيرة. أنا بحب فسرة قد ما فيه، لأنه مش كل العالم بتعرف التفاصيل، وشي عادي طبيعي. شو هو اللي ذكره الريزيدوال؟ هو قد ايه بتكون حق السيارة من بعد الليس. هلا مش كل العالم بتعرف تسأل هذا السؤال. تمام. لأنه ما بيعرفوا فيه. شو أهميته هيدا السؤال؟ لأنه في عندك situation مثلا بتاخد الليس وبتعجبك السيارة. أي. وما بتسوق في بتعطيك 12,000 بالسنة، وفي عندك عالم بس بتسوق 8,000. طيب. سيارة بعد جديدة. طيب. سو بيحسوا إنه لا بشتريها. اوكي. سو فيك لما أنتوا عم تاخد الليس بوقتها فيك تعرف قد ايه حتكون السيارة قيمتها. إذا بدك تشتريها بعد سنتين وبعد ثلاثة. يوجوالي قديش بينزل قيمتها بعد سنتين ولا بضل؟ It's a, like he said, it's a residual. في إلها percentage. تمام. اوكي. سو هني بيشوفوا قيمة السيارة. هلا هذا البرسنتج بيطلع وبينزل، بيتغير كل شهر. اوكي. هيك بيختلف الليس بيمنت إيفري مانث. بيختلف. يس. طيب. بيختلف.
نرجع للكوساينر. الكوساينر he's responsible just like the signer. Okay. It's equal to 50-50 on your credit report. تمام. You're responsible for the payments just like the signer. بس the co-signer sometimes the signer بيكون الكريدت له كتير منيح والكوساينر بدهن يحطوه بس to build his credit. Okay. So the bank will call me like ليش حطيتوه on the credit app ما في عندهم history. Well sometimes I will do that. في عالم تعمل هيك لحتى اول كريدت تبعهم بيعملوا كوساينر. كوساينر يكون هني سكور لهم زيرو او مش منيح. هلا في عندك كمان سيتويشنز اذا كانوا هن عندهم ريبو ماخذين منهم سياره دافعين دفعات مؤخره بتبين. سو ليش الهيستوري كثير مهم؟ لانه بتبين اذا كل 30 يوم قد ايه مؤخر وكل 60 يوم قد ايه بتتاخر. وهذا بتاثر اذا بدك تستاجر او تشتري مره ثانيه. نحن بنطلع على الهيستوري على كل دفعاتك هاو يو باي قد ايه بتتاخر. وهيدي ات دزنت ماتر. هذا سؤال مهم باي ذا واي سمر. ات دزنت ماتر انت وير يو ليس. انتوا فيكم تفوتوا على الريكورد؟ No, so إذا واحد راح استأجر من كيا كانتون for example وإجا عندك عن إنسان بروبي ديربون وشفت الكريدت إذا they give me the okay بيعبوا الكريدت أب في أعرف كل شيء المورجج كيف تدفعه الكريدت كارد كيف تدفعه دفعة سيارتك كيف تدفعه كم مرة تأخرت كم مرة تأخرت على 30 يوم كم مرة تأخرت على 90 يوم والله. هو كله إلى أكيد قديش البنك قديش المبلغ قدي دفعتك بالشهر إذا مستعمل أكتر يعني اللي كريدت السكور اللي لك يضل منيح ما لازم تستعمل أكتر من 25% من الكريدت سو بيبين لي قدي بتعمل مصار بيبين لي how much you owe how much debt you have وهذا كله إذا واحد خلف عن دفعته شو بيعملوا له كديلر يعني ديلر ما بيعمل شيء ما بيعمل كل العلاقه بس تمضي الاوراق وتطلع ما عادش في علاقه للديلر هلا اكيد بتصير مع البنك بتصير مع البنك هلا اذا تاخرت هلا البنك الحلو انه لازم تتاخر 30 يوم لتبين على الكريدت ريبورت مش right away. They give you 10 days grace اوكي يعني عندك 10 days لتدفعها واذا تاخرت فوق 30 يوم ساعتها هيت يور ريبورت هلا بس ما تتاخروش يعني انتو كمان ما يتأخر لأنه مهم إنه كثير مهم لأنه تاني مرة بدكم تيجوا تاخذوا سيارة أنا لازم يكون عندي شيء منيح بالهيستوري لا أقدر أساعدكم لأنه أنا طب إجا لواحد من عندك بده يستأجر طلعت على الكريدت هيستوري ما بترفعش الجهاز شو بيصير؟ شو بيصير بروح بشوف أنا بتأكد قد إيه بيعمل مصاري okay. If I can prove income لأنه لما يكون السكور واطي yeah. ساعتها I need to prove income يكون شيء pay stub bank statements ساعتها بتأكد لما بتأكد قد إيه في مصاري جاية وقد إيه بيعملوا بالشهر ساعتها أنا في نقي سيارة تمام بنحب نذكركم اللي عم تحضرونا على الفيسبوك عم يوصلونا تعليقات ثانك يو على تعليقاتكم على اسئلتكم طرحنا شوي من هول السؤالات رح نحاول نطرح بعض منهم اللي عنده حلو تعليق او سؤال فيه اتركه على الفيسبوك تحت اللايف ستريم اللي نحن موجود هلا حاليا واللي بحب يشارك على الاستديو بعد معنا كابل مينت مع سمر بالاستديو من ديترويت على 313-769-6666 ومن وينزر كندا على 519-256-1023 سمر قبل ما نخلص معك بدي اسالك عن شغلتين أول شيء how can you guys help people get into their car sure. عندكم بالديلر جاوبي عنه هالسؤال بعدين بسألك okay. سؤال عندنا it's easier من برا لك لأنه again I told you before إنه we don't require Jibo employee discount we will give that to you okay so بتعطون أنتو employee discount yep نحن عنا ال employee discount ما ضروري Jibo أو تدفعوا حقا so ما بدون plan A و plan B no I'll give you mine You give it to them. You give them mine. Yes. So that's available. You don't need that. وكمان ما يكون ضروري عندك competitive lease. So يكون عندك lease تاني بالبيت لتقدر تاخذ الديسكاونت. لازم يكون ولا ما لازم يكون؟ ما لازم يكون. لأنه بعد. مش بدك شركة تاني. شركة تاني بدك لا. شركة تاني بدك. لازم يكون عندك. ليكون يطلع لك هذا السعر. نحن عنا لا. It's really based off credit. Okay. سؤال استطرادا يعني أنا بدي أعمل lease. What's the least amount هلا they can lease for? The least amount, hello, with sign and drive, and I'm going to say zero down, she 250. هيدا بدون شي down, صفر. ولا شي. بس بدو ينزلو للأماونت أقل من هيك. بدو ندفعو شي down, ألف يعني تقريبا يعني. كل ألف تتغير الدفعة شي 25 دولار. كل ألف 25 دولار. على الليس. وهيدا الألف, they roll in into their thing, ولا هيدا بس it's a sign up fee. يعني هودي الأمانت اللي بيدفعوه down payment does it roll in into their fees monthly fees ولا لا؟ إنه شو بيصير بتنزل الدفعة بالشهر يعني بدل ال 250 بيصير 225 وهولي another thing I wanna state please if you any money down بتحطه على lease والسيارة بتروح تورو damage هول مصريات ما حدا بيرجع لكم اياهم
هذه نقطة مهمة كتير بحكي أنا وياكي فيها. في ناس كثير ما بتعرف هالشيء. أنا you know كذا مرة أنت ما بتنصحيني أحطه كتير داون؟ كتير داون نو. يعني أنا بقول أوكي حسب، إذا الكريدت باد وبدهم ياخذوا ليس أوكي يحطوا، بس بنفس الوقت it's not really gonna make a difference. تمام. لأنه هي بس بتنزلكم الدفع، لأنه أكثر من 2000 أنا I don't recommend. أكثر من 2000 دور نو، لأنه إذا راحوا في ناس حطوا 3000 بعد شهر السيارة راح تورو دامج. تمام. فكروا حدا حيرجع له المصاري، لا الديلر فيه يرجع له المصاري ولا الإنشورنس. انا واحد عامل ليز من 3 سنين هذا على تعليق على الفيسبوك، وهلا خلص سنتين وبدي اغير السياره لان المايلج اولموست رح يخلصوا. بيصير ولا لا؟ بيصير فينا نشوف قديش. So they Nissan عندهم something called a pull ahead. Okay. So after 12 months يكون عندك دفعات، فينا نتلفن do early term ونطلعه ونحطه بسيارة تانية. So بس ما فيك تعملي هيك. جواب سمر إنه فيك تعملي هيك. Okay. وهذا نعطيهم بس قبل ما تفلي نعطيهم سمر عن تليفونك. سمر معنا تقريبا لقلك بعد شي 2 minutes. Okay. حدثينا عن نيسان برو. I know إنه تغيروا ال owners. تغيروا ال owners. Yep. So غيرنا ال owners بآخر ديسمبر. We had something called a buy sell. صارت بإنه صارت سكرنا. تمام. شيء 14 ورجعنا فتحنا آخر ديسمبر. تمام. بس ال new owners أخذوا 4 dealerships. So هلا عندكم 4 locations. Right. So Nissan and of Dearborn. في عنا location of Dearborn, Nissan of Macomb, Nissan of Canton. كلهم إلنا. وعنا Kia of Canton. حلو. Kia لألكم بكانتون. Kia of Canton is ours as well. So nice. All 4 locations. في أي سيارة بأي محل. بنبدل سيارات. حابين أي شيء تاني. شو اللوكيشن تبعكم بديربون؟ كنا نحن هلا we're airing in almost Dearborn. شو اللوكيشن؟ صار ميشيغان افنيو من بعد تيليجراف. شربتي قهوه اليوم الصبح ولا بعد؟ شربت شربيني شي 4 فناجين. شو اللوكيشن تبع ديربورن؟ 24501 ميشيغان افنيو ديربورن 48124، ورقم التليفون 313-749-3200، والسيل فون 313-502-9936. هذا السيل فون بزنس اونلي. بزنس اونلي ولا شيء ثاني بليز. سمر كلمه اخيره قبل ما ننهي قسمنا معك. كان قسم سريع. انت كنت كنت كل مره هيك بس اوكي. كمان بدي اقول شغله. ان شاء الله نيكست تايم بتكوني ساعه. يلا لازم هو بدها ساعه. بدي اقول كمان اذا حدا اجى لعندي وما قدرت ساعدهم عندي بالديلر، عندي في ابعثهم اني وير ايلس، عندي مواصلات مع عالم فينا ساعدهم. تمام. اني اذر براند. So انا ما عندي مشكله. Always do your best to help. I always do. يعني بعطوا لو بتروحوا لعند سمر وبتطلعوا برا السياره بدها تطلعكم بسياره. بتطلعكم بسياره. بعمل اتصال لو بدي اجيب لكم السياره لعندكم على البيت. لو بدي تلفن لعند حدا يساعدكم هالشي موجود. نايس نايس. سمر انا بدي اتشكرك لانه جبناك وطلعناك من الشغل. I know you guys are busy. هلا بنرجع. It's end of the month. It is end of the month. Yes. كانت معنا سمر طه من نيسان برو اوف ديربون. رقم التليفون العنوان هو 24501 ميشيغان افنيو بديربون بوست ديربون تقريبا حد تليجراف ميشيغان وتليجراف تقريبا. يا رايت اوف تليجراف عيدك شمال. مظبوط. ورقم التليفون تبع سمر الديركت هو 313-502-9946 ورقم الشركه هو 313-749-3200. صح. كان هذا اول قسم من حلقتنا مع سمر. بالقسم الثاني رح يكون معنا اماندا دبق وجوان امين. رح نتحدث عن البزنس تبعهم، شو بيعملوا، هاو دو ذي اوفر ات اند واي ذي ار سكسسفول. ف تابعونا بالقسم الثاني. رح نروح لهذا البريك، رح يطلع دعايتين او ثلاث دعايات، الله بيعرف كلي بتعرف، وبعدين نرجع لكم بالقسم الثاني من حلقتنا. بنروح وبنرجع. ضلوكم معنا. So Amanda, what time are you? What time are كل مرة بتلاقي بحدا بيسألنا عن شو الأخبار. تابعونا كل نهار أربعة الساعة 3 نتناقش ونحاول نسلط الضوء على أهم المواضيع اللي بتخصنا كلنا بتجرد وموضوعية. برنامج شو الأخبار مع حسين هاشم كل نهار أربعة الساعة 3 على راديو سينا 102. أنا جاي. تابعونا لتعرفوا شو الأخبار.
ضميرية. متابعينا من 102.3 FM منعود لكم بالقسم الثاني من حلقتنا اليوم. قسم أول كتير حلو، معلومات كتير مفيدة، أنا صراحة استفدت المعلومات. بالقسم الثاني كمان على أحلى رح يكون، لأنه معنا شخصيتين، امرأتين عربيتين أمريكيتين عم يعملوا بزنس وناجحين، فبدنا نسلط الضوء على البزنس تبعهم what they offer والسيرفيسز اللي هن عندهم إياها. في اتصال كريم، ما بعرف اتصال عن شو، بس معنا هلا رح نعرفوا هني عن حالهم. معنا أماندا وجوان، رايت؟ تفضل عرفوا عن حالكم، نبلش بأماندا. My name is Amanda Dabba. I'm 32 years old. I have three beautiful children, alhamdulillah. And happily married 15 years, inshallah. صار لي 15 سنة مجوزة؟ inshallah بجون. حلو. عنا اتصال. بدنا ناخذ اتصال لما نبلش مع جوان. يلا ناخذ اتصال بلا ما ننطرهم. تفضلوا، مين معنا على الهواء؟ ألو مرحبا. أهلا وسهلا، مين معنا؟ شكرا يا حسين على هالبرنامج اللي عم نتعرف على الجالية العربية وشو عندهم ما عندهم. الله يخليكي. معك شريهان محمد. اوكي، يا اهلا وسهلا بشريهان. اهلا فيك. انا تعاملت والله مع أمينتا يعني من فترة، عملت خطوبتي وكان شغلها كتير راقي، لان هي انسانة كتير راقية يعني الله يشهد، وتعاملها كتير كتير راقي مع زبائن. ما بيصير زي زي. وبحب يعني اشكرها على الحب. اوكي، اعرف شنو الجديد اللي نزلت، ويا ريت يعني تواصلنا دائما جديد على الانستغرام. تمام، تكرم عينك. تفضلي اماندا، اذا بتحبي حبيبتي كل لك ذوق، يعني عملتي لها ايفنت ومبسوطه كثير من الشغل تبعك، وبتسالك شو جديدك، شو عندك شيء جديد نزلتيها؟ والله كل يوم بكون عندنا قصص جديده، يعني حسب الزبون شو بده. اكيد يعني عندهم سيرتن ثيمز وافكار جديده. حلو، نحن بدنا نقدر الزبون شو بده 100%. وحبيبتي كل لك ذوق يعني على اتصالك، وانا همي وهدفي الوحيد ان انت تكون سعادة الزبائن. سعادة الزبائن طبعا. راقية وشغلها راقي. الله يخليكي يا رب. عم بتقول لك انسانه راقيه وشغلها راقي. فينا نعلي الصوت يطلع يبين لبرا؟ ما بعرف اذا في ممكن. اوكي تمام. طب شكرا على اتصالك. ثانك يو. بنحب نذكركم اللي بحب يتواصل معنا على الاستديو، رقم التليفون هو 313-769-6666 313-769-6666. هيدا من ديترويت، من وينزر كندا، 519-256-1023. وكمان نحن يعني تابعينكم بالكومنتس تبعكم على الفيسبوك، والصبايا اسم الله يعني بس جيتوا وطلع الفيوز منيح، ففيكم تتركوا الكومنتس تبعكم على اللايف ستريم اللي موجود عندنا على الفيسبوك. اوريدي عم بيجيكم، عم بيقولوا لكم مس مسلم يو اس اي ميشيغان، عم بيقول لكم ياي جود لك ماي لافز. ثانك يو. فاطمي استلين يو جود لك ليديز. حسين السين سلام. محمد السين هاي ايفري وان. ف جوان عارفين على حالك. هاي انا ام جوان ايمن. اي married with four beautiful kids, two boys, two girls. I started my business Joe's Cookie Cakes and Bakes. Now changed it to Joe's Cakes and Bakes. Joe's Cakes and Bakes. Yes, I used to be. How did you come up with the name? Okay, I didn't balash it in the beginning. I wanted to just be different a little bit. Okay. And I said, let me start. But I know Mrs. Field sells cookie cakes. Okay. I said, let me make it different flavors. And different shapes, like designs. Mm-hmm. And so that's what I did. And then slowly, I don't know, I started baking that with cookies and brownies. But then, could you do this for a party? Could you bake cake? Could you make full desserts and for tables? I'm like, yeah, why not? And Ani, I'm willing to try anything, anytime. So it started as a hobby, basically. Yes. And then started, and it just, now it's work. And it's work. And alhamdulillah, it's fun. I'm enjoying it. And I'm growing every day. How long have you guys been in business, Amanda? Same thing with me. I want to go back to, I've been in business for 8 years, alhamdulillah. 8 years. I started off doing my daughter's 6th birthday, who's now going to be 14. This is June, alhamdulillah. And same kind of thing. I posted pictures on Facebook, unexpectedly had customers calling me, people calling me in who are now my customers, and hey Amanda, could you set up a table for us? You know, thinking, oh well, she all, you know, مش حاب اشتغل, I did it for my daughter. So discussed it with my husband and he said, why not try it? هاي the candy creation. Candy right? creation. So yes, من سنين بلشتيها كنت عم تعملي عيد ميلاد بنتك، عجبوهم الشغل، حطيت الصور، فبلشتي صار مصلحة. وبلش يجوا الاتصالات وعملي لنا وندفع لك. فأخذت. شو بتعملوا exactly؟ خلينا نحكي عن candy creation أول شيء، شو بتعملي exactly؟ فهي بلشت أول شيء candy tables. أوكي هلا تغير الجو الوضع شوي، صار العالم يطلبوا ديزرتس أكتر. مثلا لنقول طلبة عيد ميلاد أي شيء ديتيل ديزرتس، فلنقول مثلا عنا this weekend سندريلا ثيم، فبنعمل الديزرتس
We work around the Cinderella theme, the color scheme, the whole look of Cinderella, the carriage, وهيك. ونحن بنقدم, أنا بقدم إنه الباكدروب والطاولة وكل الديزرت, so طلع شيء كتير حلو يعني. لحتى نفهمهم, so بتعملي لهم الطاولة. Dessert table. Dessert table بنحط عليها شو؟ بنحط عليها custom desserts, أنا بعملهم customized, مع backdrop, مع الديكور مثلا. حتى الباكدروب اللي ورا. الباكدروب included, yeah, you can include it with the backdrop and without the backdrop. حلو. With all the desserts, مثلا you can accommodate 20 people, 30 people, حسب الزبون قد إيه عنده guests بالحفلة. اوكي. بس بشكل كل الحفلات يعني كمان all occasions زي مثل شو يعني weddings I've done weddings I've done corporate events عملت for venture teams with venture title agency holiday party for Lola I think about 3 years ago I also did Ali Malad for Remax team 2000 I did his holiday party as well as his daughter's graduation so you do so everything corporate from wedding to corporate, corporate baby showers baby showers everything Joanne حتسين عن البزنس تبعك I kind of do pretty much the same thing yes بس, are you guys friends by the way حلو انه بتعملوا نفس الشيء friends there's no competition no كل واحد بياكل رزقته بالاخر good and there's plenty to go around to be honest with you so Alhamdulillah, I pretty much, I do the same thing. I just started making cakes the past year. Okay. I wasn't doing cakes, but you do one, you get a phone call for another, and Alhamdulillah, one right after the other. And same thing, they're themed. Anything you want themed for all occasions. I have two baby showers coming who up. Who does it soon. Better? هيدا موضوع كتير كبير عنا بالجالية بس لك كل واحد بيأكل رزقته وما بعرف أنا ما بحس إنه حدا competitor عندي أنا بحب إنه كل النسوان تضل قوية وتكون قد حالها وما تخلي إنه حدا يكون competitor بحس إنه كل واحد بيأكل رزقته that's it وكل واحدة بتكون different in her own way وبزكاها وبزوقها مزبوط عنا اتصال على الهواء تفضلوا من معنا Hi, Linda. Yeah, hello, Sahla, Linda. تفضلي. Hi. I have a question for the two ladies. If I want to plan a party for my niece, I want to know how long in advance is a good notice for me to get a nice dessert table and all those things. Very good. Okay, so preferably as far as me candy creations, I prefer, يعني, the earlier the better. I have people booking with me 6 months in advance. يعني, if you're a last minute person, please 2 weeks before minimum due to ordering and preparations. We want to give you the best service possible. Okay. Me, with me, I prefer at least a month in advance. Of course, depending because of a theme, I might have to order a certain curtain, a certain backdrop for you. So if it's like a simple... So to be on the safe side, let's say a month. A good month. Yeah, 2 weeks. But and heads into up. Hazik. Yeah, but I know, of course, 2 weeks, but like for simple stuff. But if you want like big time themed stuff, I... وبعدين شغلة تانية اللي بده يتصل قبل بيومين وثلاثة على راسي وعيني بس في في. There's always a fee for rush service. Okay. Linda, thank you for your call, حبيبي. سؤال مهم I think من لندن يعني في كتير عالم for example بيدقوا بنفس الجمعة إنه بيفكروا إنه you know you guys can do it it's magic I do and I do I take on a lot of last minute orders you do I do يعني I'm willing to but as long as I'm not busy that weekend okay. So I do have something. I had my beautiful خالته الحجة أمان الله خلي لي إياها اتصلت فيي قبل بيوم خالتك هيدي خالتي الله خلي لي إياها حبيبة قلبي وأكيد ما رح أرفض طلب خالتي الغالية فاضطرت وحمد الله يعني But Allah's blessing, يعني I managed to do it and it was beautiful and she was very, very happy about it. Very good, very good. So we talked before الاتصال تبعنا and you guys do all kind of occasions. We do desserts على tables and shake. Is there a specific area you guys cover? يعني وين أبعد شيء بتروحوا? I know you guys are local, but وين أبعد شيء let's say you guys could go? Everything with a cost is doable. حبيت أمانة. ما صار بتحكي بس بدك أنا رايحة على توليدو أنا نعرض عليه كتير شغل بوينزر بس ما حبيت عشان البوردر وهيك ما الشغلة إنه بدي أفتح باب علي. بس we go all over. I think I speak for myself and as Joanne as well. I think the farthest I've been so far is Troy. I'm also with Dearborn Heights. I went Wayne. I did something in Troy. So basically people can call you guys. هلا معطين رقم التليفون معنا اتصالات هو شيء معنا اتصالين actually تفضلوا مين معنا Hi how are you it's Zainab I just have a comment for Amanda go ahead Hi Amanda I just wanted to let you know that you are the person that everybody looks up for and I'm so proud of all the work that you do and I'm proud of your success you make us look up to you for future Habibti thank you so much كلك ذوق thank you so much Habibti bye كنت على اتصالك معنا اتصال تاني شيء نو اوكي كنا عم نحكي قبل الاتصال انه
جوان, you went to Troy, some areas in the local area. Yeah. Amanda, أنت مهم إنه. يعني I'm مش حارف الطلب, and my customer was willing to pay the delivery fee round trip, and you know they invited me to stay. Can your work be delivered إنه through DHL ولا ما بعرف إنه UPS ولا FedEx or something? I don't do shipping. You guys don't do shipping. I got to do that. I mean, we could do Etsy, I mean, we could do that, but I chose not to. You chose not to. Okay. شو اسمه؟ شو الphone number تبعكن? How can people reach you? I have a Instagram page as well as a Facebook page. I actually have two businesses. We'll discuss my other business. Hey, hello. We're gonna talk about your lawn business. But it's Candy Creations, and it's Candy with a K, ends with an I. Just shut up, K. Well, you know what? It's always about being different. You have to be bold, and everybody wants to be different. That's just what I thought about. Awesome. Instagram, you know, and Facebook, inshallah. So and then the phone numbers for any events, it's 313-721-1325. 1325. Yes. Okay. How about you, Joanne? I'm mostly right now on Instagram. Okay. I do want to start a Facebook, but you can reach me on Instagram on Joe's Cakes and Bakes, and call me on 313-525-0285. 525-0285. Yes. تمام. معنا اتصال على الهواء. تفضلوا مين معنا؟ Hello. Hello. وين معنا كلي؟ Hello. 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 No. If you want to call from Detroit, على 313-769-6666. ومن وينزر كندا على 519-256-1023. A lot of comments on Facebook are coming in. Jamila is saying, go Joey. That's my sissy. That's my sissy. Thank you. Hassan is giving you guys thumbs up. Thank you. Diane is saying, so proud of you, Joanne. Haji Batul Abbas is saying, Amanda doing an amazing job. So تحياتنا لكم كلكم عم تحضرونا على Facebook. Make sure you share this video so we can reach more people, and so they can reach more people too. فعملوا share للفيديو, like and comment so we can see your feedback. تفضلوا مين معنا على الهواء؟ مرحبا. يا أهلا وسهلا. علي معك. لو سمحت بدي اسال الموديل انه بيس كل انه يدرس الواحد من الشغلات هاي. سؤال مهم علي, والله برافو عليك. سمعتي له علي؟ عم بيقول علي في سكول بيدرسوا كيف يعملوا هودي الشغلات. I'm sure there is school, but we've kind of self-learned. Why don't you guys do like classes for that stuff and teach other people? انا تعلمت لحالي, حسيتها مجرد ذوق وترتيب, وانا كثير بحب الديزاين يعني. حلو. فعلم وما علم وادكيشن يعني ما بعرف, حسيت انه شغله ذوق وبلشت هيك وصارت كارير from nothing. I wasn't expecting it. And you do, you learn a lot through through social media, through Pinterest, through YouTube. If you have something, you educate yourself. The minute somebody calls me, they want an event of a certain theme, you see me on the phone right away looking up things to give me an idea to help them make their party better, and it, you know, gives you an idea of what they want. Yeah. علي عندك بعد سؤال حبيبي, لانه في تليفونات ثانيه كمان. كلك زو على اتصالك, مشكور لانه تسمع الحلقه. اتصال تاني كمان معنا, مين تفضلوا؟ هاي, يعطيك العافيه. يا الله يعافيك, يا اهلا وسهلا. مين معنا؟ معك الاء. تفضلي الاء, شو تعليقك او سؤالك؟ بدي اسال, my friend's birthday is coming up, so how should I reach and place an order? اكيد. تفضل يا أماندا. We have our cell phone numbers. I'll give you mine first of all, and Joanne can give you hers. It's 313-721-1325. You can call me anytime, Monday through Saturday, 9 to 5, with any questions, and inshallah we can go over what you're looking to do. Joanne? And my number is 313-525-0285. Same thing, call me anytime, Monday through Sunday. Very good. Thank you so much. As I have it on Saturday, so I'm sorry, kind of too late. You think I still have time? Give us a call, Habibti. We'll be sure to accommodate you. Okay, thank you. Thank you. Have a great day. يلا كنا عم نحكي عنها قبل شوي, last minute. يعني بتصير. أهلا وسهلا. بيكون الواحد منه عارف إنه هالشغلة موجودة أوقات وبحبها إنه يجربها, ف you know بتصير, why not؟ تفضلوا كمان معنا الاتصال. إن شاء الله تلحق كلي, تفضلوا. مين معنا؟ ألو, مرحبا. يا أهلا وسهلا. اسمي منى محمد. حبيت فرصة أني بشكر أميندا على شغلها, عملت لي عيد ميلاد بنتي, وحياة الله كان يعني شيء بيرفع الراس. والكل هاليوم يعني يحكي على عيد ميلاد بنتي, يعني بشكرك وفرصة. ثانكيو. حبيبتي كلك ذوق. شكلك كثير راقي ويرفع الراس صراحة. حبيبتي كلك ذوق على اتصال, كلك ذوق. أهلا وسهلا فيك. إن شاء الله دائما هيك شغلك حلو. حبيبتي أهلا وسهلا فيك, كلك ذوق. معنا اتصال تاني كمان, تفضل مين معنا؟
فيكم تسمعونا من الـ من الـ من الراديو مش من التليفون. اوكي انقطع الخط، انقطع الخط معه في يرجع يتصل على الراديو على من ديترويت على 313. حاول انا اخذ نفس شوي. 313-769-6666 ومن وينزر كندا على 519-256-1023. معي بالاستديو هلا بالقسم الثاني من الحلقه اماندا دبء من 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 كاندي كرييشنز وجوان من جوز اند بيكس، رايت؟ جوز كيكس اند بيكس. جوز كيكس اند بيكس. سي اي جات ات. رقم التليفون لاماندا هو 313-721-1325. هي لو واحد بحب يستفسر عن السيرفيسز اللي هي بتعطيها وال ويعمل اوردر او بس يساله. وجوان رقم التليفون هو 313-525-0285. يس مزبوط؟ فيري جود. عندكم شيء سبيشلز او ديسكاونتس كامين اب سون او هلا في اني اوفرز بتعملوا اوفرز ان جنرال؟ It all depends on the customer once they call in and what their the theme is or what the amount of what they want, you know. And you always accommodate Does it get charged by person? Well, it's based on what they order. Well, how does it work? Is there packages, for example? Well, as for desserts, you could do a package. Graduation season is coming up, and I will package everything up with a certain amount, with a backdrop table, 12 dozen desserts. Hello. So في packages أنتوا بتعطون يا هون وفي إذا هني عندهم شيء. They want something specific. Amanda, okay, as for me, in the spring specials, hala, I'm offering a free backdrop with the purchase of any dessert table. The backdrop is a $200 value, but that's a great deal right now, only through April 15th. So, عندك العرض هلا بس لأبريل 15th. بس مش ضروري تكون الحفلة قبل April 15th. مهم يكونوا عاطيني deposit 50% secured. تمام. And then it could be any time during the year. طيب عنا اتصال، تفضلوا مين معنا؟ جميلة. يا أهلا سهلا تفضلي. جميلة. That's your sister. I think so. I'm so proud of you and I'm very very proud. Your cakes are amazing. Keep up the good work, حبيبتي. حبيبتي. Thank you so much. Thank you. I love you too. This is so cute. That's nice. They were all surprised. They're like, "What do you mean, Joanne? My son saw my Snapchat today and he's like, what? What are you doing? They're not used to me." Since your sister called, how important is family support, especially, and like you guys said, you have kids, you have family. How do you guys, like, I mean, my question is into two parts. How family support is important and how do you guys balance between family and work? Well, first of all, family support is extremely important. Okay. Being myself, having three kids, my husband has to be very supportive. He has no choice, but alhamdulillah, he's extremely supportive and he deals with me all the time. Yani, sometimes I'm grumpy if I have a long weekend and he supports me. I have him load my car. He's even gone with me to unload and set up. And alhamdulillah, Allah khaliliya, he's my main supporter. If it wasn't for him, I don't think I could be where I am today. Very good. Alhamdulillah. And the same thing, alhamdulillah, you really need the support of your family. There is the days where I'm tired, I'm exhausted, I'm crabby, I'm snapping it out, and he's there. They're there. Him and my kids are there to help me clean up. If they see me, I'm tired. They'll get everything done. How do you balance between your work and your family? Is it family time? Well, there's exceptions. It depends on the job. I mean, if you're very busy, you have to tell them, you know, I'm sorry, and habibti, whatever, you know, because I have a younger daughter. You declined orders before? Only if I'm extremely busy. If you're extremely busy. Okay. I mean, I don't like to decline, but sometimes you have to. You cannot. No, because you have to. Yani, you the way you talk to somebody makes a big deal. You know, if you call me and you tell me, can you do this? I'll be like, I'm sorry, habibti, I'm extremely busy. I don't like to say no to everybody or anybody, but if I have to, yani. Yeah. Amanda, what's the second business you have? Bismillah, you have two businesses. Yeah, alhamdulillah. I have affordable lawn signs. Mm-hmm. That started in 2011 when my Tayubi, my niece Amar was born. my beautiful niece, yes, my sister wanted to do something different. And she's like, Amanda, let's do a lawn signs. Lawn signs, how they had to one on the dam? The grass, yeah. For example, ism al-walad, yes. How many pounds tali'a, or birthdays, is about for example. Babies, yes. Yes. Yeah, for all occasions, babies, birthdays, graduations, kil shi. Hello. So that's when I started, and alhamdulillah, you know, I'm in touch with a very good vendor, not too local, but that's where I get all my letters from and custom orders. أنا ما حأزعل. أنا أندريا أخت لأماندا. Hi, Joanne. I'm so proud of both of you. I love you both. Me too. Thank you. I support both of you always. And of course, I had to call in to support the both of you in front of everybody. Thank you. Allah khaliliyak, habibti. I love you. Also, my number one supporter, Yaburni, my sister. My only sister. I'm glad that she started her second business. Inshallah, you guys will get to that. Habibti. We just started talking about the second business. So, good luck. And I'll
I'll stay watching live on Facebook. If it wasn't for Mamara's birth, I wouldn't have started my lamb business. So thank you, Hamida. You're welcome. Thank you. Hamida's support of your family. Akide. My sisters, my mom, my dad, my brother. They're like everybody. They're Hello. Amazing. They really are. Very good. بس أنا عندي لك أماندا. So basically you guys do weddings. I do all occasions, anything, corporate, personal, family reunions. I've actually done things. Signs. Oh, even signs. I've done anniversaries, birthdays, bridal showers, any occasion, graduations, retirement. Is it the same everything. Phone number to reach you? Yes, same phone number 313-721-1325. Yes. And هيدا هو أنا advance بدي كل هيدا محاضرين. I have people call me a day before. Okay. You know, I have plenty of signs. هيدا ما في شغل. أوقات إذا واحد إنه وحدة بدل for her baby, they call me أهنا advance. They place a deposit on the lawn sign so they secure it because. Sometimes it's baby season. Just like graduation season gets crazy. أمتى baby season؟ أوقات بيمرقوا مواسم. مش بط كأنه كل واحد بيجيب أولاد. إلها مواسم بتحس عن جد. أمتى baby season؟ هلا قلتي baby season. أمتى baby season؟ ممكن بالشتوية العالم قاعدة ما عندها شغلة ولا ما بعرف يعني. بتصير. شو الله يخليهم كلهم والله يزيد البركة الله يطعم الجميع يا رب ومحتاج كمان الله يطعم أولاد يا رب You did mention something I'm sorry I didn't get a chance to mention that if it takes a toll on my life with my kids and my husband I try as much as I can الحمد لله الله يخلي ليون I'm 14, 11 and 8 7 I'm sorry كبرت على البنت I try to avoid Sundays but if I get a customer on Sunday عشان ما أرفض الطلب بروح بكير بعمل my setup وعندي assistant بتروح هي بترجع بتجيب الأغراض بعد الظهر هيك بضلني عندي وقت لعائلتي وما بيأثر على بيتي وحياتي الزوجية عشان هذا كتير مهم حتى نحن أنا كعرب يعني مزبوط عشان الوحدة ما تأثر مع بحق أولادها وبيتها جوان what does it take to be successful in your business honestly a lot of patience and إيه patience and everything. It really, really, it takes a lot of patience. حلو فيكم إنه صحبي. I like how that. No, حبيبتي, I love her. She's the best woman she is. عنا اتصال على الهواء. تفضلوا. هذا السؤال لك بس نرجع من الهواء. جاوبين عليه. تفضلوا مين معنا؟ Hello. يا أهلا وسهلا. مين معنا؟ سعدة. سعدة. تفضلي. بس أنا أحب أماندا. You are so cute. حبيبة قلبي. أهلا وسهلا فيك حبيبتي. عم بسمعك وكثير أنت مهضومة طيوبة. تعرفين أماندا ولا أول مرة تسمعيها؟ ايه اول مره حلو عجبتيني اهلا وسهلا فيك يا حبيبتي طبيعيه طبيعيه تلقائيه مثل ما بيقولوا طبيعيه حبيبتي قلبي العينك تعالي تشوفي هون الاستديو بعدين شغله ثانيه I love the way you love your family حبيبتي الله يخليك انت بتجنني والله حبيبتي يعني عيلته الواحد ابدا من اي شيء ايه كيف عم تحكي يعني انه اختك وسبورت يو بنت اختك والله يخليكم لبعضكم وهيك العائله لازم تكون لبعض ثانك يو سعد على اتصالك مشكورين بعتقد معنا اتصال ثاني كمان تفضلوا مين معنا مرحبا يا اهلا وسهلا مين معنا هاي معك لين تفضلي لين سؤال او ايه والله انا كثير اي سبورت هير ما بعرف هلا مين ده بس انا ام سبورتي تيشر وكمان كثير بشجع كل النسوان العرب والامريكان كلهم يعني اللي عم يعملوا كارير لإلهم مزبوط نحن هو هدفنا بيدوي من البرنامج صرنا تقريبا حلقتين عم نطلع women led businesses especially Arab American women led businesses last week أو last week زينا مش هيك كان معنا هبة وزهرة كمان عاملين businesses وعم نحاول قد ما فينا نشجع ال Arab American women لحتى to start their own to empower them and to educate them on how they can do it on their own فأكيد هذا هدفنا نحن بالراديو كمان وانا ام ان ارتست وانا واخت بعد ما فتحنا بزنس بدنا نجي نحكي معك ان شاء الله اني تايم يا اهلا وسهلا فيكم اختي عاملي معرض رسم وعامله كثير حلو اكيد بس بدي اخذ ما بعرف هلا بنعطيكم رقم التليفون اسمعينا قبل الاخر بتحرص هلا بعطيكم رقم التليفون على الهواء كيف فيكم تتواصلوا معنا بالاذاعه شكرا اي تفضلي أماندا شو بتعمل بعد ما هلا فتحة زي ما تفضلي أماندا فيري كويكلي أنا حيخلص وقتنا على الفيديو شو بتعملي أماندا شو بتعمل جاوا حكوا عن البزنس تبعكم فيري بريف بنعمل ديزرت تيبلز حبيبتي أني أوكيجنز لون ساينز ديزرت تيبلز بيرثديز لكل الأعياد لكل الأوكيجنز فيري جود جوان نفس الشيء كمان نفس الشيء بس الدفرنس إنه أماندا عندها بزنس تاني بيعملوا لون ساين لحتى يحطوا الوحدات برا كنت عم بسألها how well does it take to be successful Amanda 15 seconds what does it take 15 seconds in my opinion great customer service I give my customers what is a bane always what I would give my family عطول بديون يكونوا مبسوطين number one كمان إنه never listen to anybody's negativity always believe in yourself and your dreams and ما تردوا على حدا and always work from your heart والله
مزبوط. اشتغل من قلبك وبتوصل. اشتغل بقلبك وبضميرك ويقوس سكسيد. وتدعى الله على طول. كلمة نهائية لكم قبل ما نخلص القسم تبعنا. والله حبيت بس اشكرك انه for having us on the show. It's a great opportunity and it was a pleasure to be here. نحن هيدي خلص بدنا نعملها من يوم ورايح هيك على طول هيك. يعني انا حسيت الحلقة قصيرة لازم لنا ساعة ساعتين. انت قد ما بدك. عجبتنا الفكرة. عجبتك الفكرة. كثير. الراديو موجود هلا عم تقول بدك اهلا وسهلا. ليش لا نرجع. اهلا وسهلا فيك. لازم يبعثوا لنا فويس اذا بدهم اياني ارجع برجع. لا هلا شكلهم عندهم انه عم بدقوا لك عم بدقوا لك على هبطة هلا مهضوم. جوان كلمة أخيرة لك. My business, Joe's Cakes and Bakes. Anytime you need anything, give me a call. I do everything. Mm. It's been a pleasure being on here. Honestly. I look forward to working with whoever wants. Inshallah, ya Rab. بحب نذكركم لعبة تصلوا ما فينا ناخد اتصالات anymore. فيكم تحكوا أو تتركوا سؤالكم مع تحت الهواء. Candy Creation, Amanda, وعند اللون ساين, Affordable Lawn Sign. فيكم تتواصلوا معها على 313-721-1325. جوان من جوز كيكس اند بيكس. كمان فيكم تتواصلوا معها على 313-525-0285. Great businesses, great woman, great customer service and great services. Please use them and support local مثل ما بيقولوا. أنا كان بدي أشكركم بنهاية حلقتنا من برنامج واتساب شو الأخبار. كان معكم حسين هاشم. To advertise. والله حطتها عندي بس إنه حلا واحد بيحب يتواصل معنا بي على الواتساب ميديا نتورك. رقم التليفون هو 313-258-6799. تنسوش بكرة على الساعة 2 برنامج هبة حيدر على واتساب ميديا نتورك حصريا. ونهار الجمعة على 6:30 عباس بخضر كمان على واتساب ميديا نتورك حصريا. كانت معنا كلي من الإخراج كنترول وزينة كمان على الفيسبوك. إلى اللقاء بالأربعاء الجاي. باي.